صباح الخير، دكتورة سلمى مختار، معيد في قسم التشريح. هنتكلم في اللاب النهاردة على ال blood supply of the abdominal cavity and abdominal organs. احنا عندنا ال GIT gastrointestinal tract بيتكون من 3 derivatives: fore gut و mid gut و hind gut، اللي هو التقسيمة ال embryological بتاعتنا. وعندنا 3 major vessels طالعين من الابدومينال اورتا. احنا طبعا عارفين ان الاثنين structures الكبار دول اللي لونه احمر ده اسمه ده abdominal aorta وده the inferior vena cava. الابدومينال اورتا بيجي هنا في الاخر يتقسم لي ل common iliac، اثنين common iliac، وكل common iliac يتقسم لي external iliac and internal iliac. فاول branch عندي single branch في الابدومينال اورتا حاجه اسمها celiac trunk. Celiac trunk is the artery of the foregut. The foregut ده بيتكون عندي ايه؟ بيكون لي ال GIT tract لحد ال upper half بتاع second part of the duodenum. وبيبقى معايا included الليفر كده، الليفر والستومك والسبلين بيبقوا included معانا. والليفر طبعا بيبقى معاها الستركتشر ده اللي اسمه الجول بلادر. وحاجة كمان هيبقى the pancreas. The pancreas في جزء منه هيبقى معايا، جزء ده كده هيبقى معايا من جزء منه في الفورجت. طيب ايه هما البرانشز اوف ذا فورجت؟ احنا اتكلمنا على اول حاجة على الستومك، قلنا ان السيليك ترونك هتديني 3 مين برانشز. برانش رايح على السبلين بسميه سبلينك. السبلينك ارتري ده بيبان عندنا فين؟ بيمشي على ال upper border بتاع البانكرياس، ال body of the pancreas، هو التورشوس ده. لو بصينا عليه في الموديل ده هو ده، ده كده celiac trunk ومديني ماشي على ال upper border tortuous branch اسمه splenic artery. splenic artery وبيخلص بterminal branches داخله في الهايلم of the spleen، وماشي معايا واحد الناحية التانية اسمه the hepatic artery. يبقى انا عندي اول حاجة splenic وhepatic، والتالت اسمه left gastric اللي احنا اتكلمنا عليه في الستومك. left gastric اللي هو ده، the left gastric artery. left gastric artery. طيب ال left gastric artery بيمشي على، بيبقى related لل lesser curvature. قلنا بيقابل الناحية التانية حاجة اسمها right gastric. right gastric ده a branch of the hepatic اللي احنا قلنا عليه ده. ال hepatic بيديني branch اولاني اسمه right gastric. تاني برانش في الهيباتيك حاجة اسمها جاسترو ديودينال. جاسترو يعني رايح هيجي منه برانش للستومك، وديودينال ده برانش رايح ناحية الديودينم. طيب الجاسترو ديودينال ده البرانش اللي رايح للستومك بسميه ايه؟ بسميه رايت جاسترو ايبيبلويك اللي احنا اتكلمنا عليه as a branch من blood supply of the stomach. رايت جاسترو ايبيبلويك طالع من الجاسترو ديودينال. تاني حاجة البرانش اللي رايح للديودينم هو البرانش ده بسميه superior pancreatico duodenal. superior pancreatico duodenal وهو اللي باين عندي هنا الارتري ده. ارتري رايح ناحية الديودينم وماشي على البانكرياس. superior pancreatico duodenal يبقى ده splenic، وهنا superior pancreatico duodenal ده superior pancreatico duodenal. ولو قلنا ان ده الهيباتيك هيبقى بيتقسم لي two ends، اتنين right and left hepatic arteries، وartery تاني رايح للجول بلادر بسميه cystic artery. cystic artery السبلينك بيديني branch تاني اللي احنا قلنا عليه short gastric vessel، وبيديني left gastro epiploic. left gastro epiploic يبقى انا عندي اول حاجة celiac trunk. celiac trunk دي عبارة عن سنتيمتر، a vessel 1 سنتيمتر in length، وبيتقسم لي 3 parts. اول حاجة splenic، والsplenic قلنا بيمشي على المارجن بتاع البانكرياس، ال upper border بتاع البانكرياس هو ده tortuous splenic. splenic يدي branch اولاني للستومك اسمه short gastric. short gastric vessel ويدي branch للستومك اسمه left gastro epiploic. وبعدين اللي في النص ده اسمه left gastric، ده طالع directly من السيليك برضو left gastric، بيمشي على lesser lesser curvature of the stomach، على المارجن بتاع lesser curvature of the stomach. يقابل من الناحية التانية حاجة اسمها right gastric، و right gastric ده طالع من البرانش التالت بتاع السيليك اللي اسمه الهيباتيك.
اسمه رايت جاستريك. تاني برانش من الهيباتيك حاجة اسمها جاسترودودينال ارتري. جاسترودودينال يديني جاسترودودينال ده، لو احنا قلنا ان هنا الاستومك الجاسترودودينال هيدي البرانش ده اللي اسمه رايت جاسترو ايبيبلويك، ده جاستريك برانش. الديودينال اسمه سوبيريور بانكرياتيكو ديودينال، سوبيريور بانكرياتيكو ديودينال اللي هو البرانش ده سوبيريور بانكرياتيكو ديودينال. ويديني الهيباتيك الاند ريزل بتاعته 2 رايت اند ليفت هيباتيك ارتريز، وارتري كمان رايح للجول بلادر اسمه سيستيك ارتري. طيب تمام، هل احنا في برانشز تانية؟ لا، دول كل البرانشز الباينة عندنا على المودلز. نيجي بعد كده السكند برانش للابدومينال اورتا، البرانش او الارتري اوف ذا ميد جت. الميد جت هيبتدي عندي من اللور هاف بتاع السكند بارت اوف ذا ديودينم ويفضل مكمل معايا. بعد الديودينم عندنا حاجه اسمها جوجينال لوبس، ايليال لوبس. بعد الايليال عندنا السيكم، اسندينج كولون اند ترانسفيرس كولون. هيكمل معايا الميد جت لحد الرايت تو ثيردز بتاعت الترانسفيرس كولون، لحد المكان هنا. كل الجزء ده بيبقى سبلايد من برانشز اوف ذا سوبيريور ميزنتيريك. عندي حاجه اسمها ايليال اند جوجينال برانشز رايحه للايليوم والجوجينم اللي هم السمول باول، وبيعملوا حاجه اسمها اركيدز. في شيء كده اسمه اركيدز. اركيدز دي زي شبكه بتسبلاي، بس دي مش باينه من هنا، بتبقى بتسبلاي الميزنتري، بتمشي في الميزنتري يعني بتاع السمول باول. وبعد كده عندنا ايليال برانش رايح للايليوم. الإليال برانشز دي في أسندنج برانش، في أبنديكولر برانش، الجزء ده اللي هو الأبندكس. الأبندكس طلع لها حاجة اسمها أبنديكولر برانش. عندنا أنتيريور وبوستيريور سيكل للسيكم، أنتيريور and posterior سيكل، رايت كوليك and ميدل كوليك، رايت كوليك أرتري and ميدل كوليك أرتري. دول الارتريز اللي بتسبلاي الاجزاء دي هيت. بعد كده هيبقى عندنا اخر برانش عندي اللي هو ده اللي اسمه الانفيريور ميزنتيريك ارتري. سوبر ميزنتيريك ارتري ليفل بتاعه عند L1 لوور بوردر، السيليك عند L1، هنا اللوور بوردر بتاع L1 هيبقى سوبر ميزنتيريك. عند L3 هيبقى عندي انفيريور ميزنتيريك. انفيريور ميزنتيريك ارتري هي سبلاي ذا ريست اوف ذا لارج باول اللي هم left third of the transverse colon, descending colon, sigmoid and the upper part of the rectum. بعد كده البرانشز هتبقى بأسامي الجزء، يعني الحتة دي هيبقى اسمه the left colic branch، هو اللي بيسبلاي the left third بتاع transverse colon والdescending colon. وبعدين السيجمويد في برانش اسمه sigmoid colon اللي هو عامل زي حرف الاس كده، مفروض بيبقى هنا سيجمويد كولن وسوبيريور ريكتال ارتري. بقيت الريكتال بتبقى سبلايد بميدل اند انفيريور ريكتال ارتريز. الميدل ريكتال طالع من الانترنال اليك. وبعد كده عندنا حاجه اسمها انترنال بيودندال ارتري، ده بيديني حاجه اسمها الانفيريور ريكتال. ده بالنسبه للبلاد سبلاي، الارتيريال بلاد سبلاي.